السلام عليكم، انا كريمه، عندي 24 عام، بنت اثفي. المشكل اللي عندي انني كنت مصاحبه مع واحد السيد ولمده السنين، وفي الاخير فاش حملت معاه ما نكرني السيد، ما بغى يدير معايا حتى شي حل، ما خليت اجدرت معاه والو. صافي من بعد تخاصمت مع دارنا، خرجت كريت، صافي بقيت صافي كاريه، وقعد لقيته ولا كيجي عندي كيهددني كيضربني ما كيخلي ماش كيدير. اخر كريه ليا جا عندي بالحجار بالثبان، وعندي الشهود والناس كل شيء شافوا كل شيء بعينيهم، بالضرب بكل شيء. وديك الساعه يلاه خرجت انا من السبيطار، يلاه والده باقا نافسه باقا دير، يلاه عندها شي 8 سوايع، جا هو يهجم عليا في محالي. صافي دارنا رجعوني للدار جلسوني، صافي بابا واحد لقيته صافي سمح لي على داكشي اللي درت. حاليا فاش انايا كنت نافسه ناض هو تصاحب مع واحد الدريه، وهذيك الدريه حملت منه حاليا وولدت معاه وليد حاليا، غتكون عنده دابا شي 6 شهور. هي وياه متافقين، هي كتحرشوا عليك تقول لي ديك البنت ماشي بنتك، باش عرفتي انت بنتك؟ ما تحطش ليها البنت في الوراق. قولي فاش غادي نلقاك غنخسر لك وجهك، وجهك ما غيبقاش وبنتك ما غاديش تبقى ليك، غنديها ليك. واخا قال لي واخا نعرف نمشي نبيعها انا ب 50,000 وعندي زايد ناقص، انا كيهمني غير الفلوس، ما كتهمنيش انت ولا ديك البنت. انا دابا حاليا ما بقيت عارفه شنو ندير، دابا كيعيط ليا كيهدد فيا. دارنا فهو كيعرف دارنا، دارنا ولاو خايفين اللي يعود يجي يشوههم في الدريبه ولا شي حاجه، وانا والدي يا خويا دراوش، ما عندي شي والدين اللي ميسورين ولا شي والدين اللي انا با داير غا كروسه، غا كروسه طالب معاشو. انا امي غا جالسه غا في الدار، مره تخدم في الديور، مره تبيع بغرير ومخمار، كل مره اش كدير. انا كنطلب من سيدنا يعاونني، يعاونني على هاد البنت باش نصايب لها وريقاتها ويبعد عليا هاد السيد، راه ما باغيش يبعد مني، راه كيتعرض ليا كيضربني ما كيخلي اش كيدير فيا. حاليا دابا انا واقفه انا وخايفه، واقفه وخايفه من الصداع، خايفه اللي يوقف عليا ويدير لي شي شوهه ولا شي حاجه، وريت خايفه على بنتي وخايفه على راسي اللي يمشي لي وجهي. وانا خويا باغا نكبر بنتي بالحلال، باغا نخدم، وانا وجهي ولا غيخليني نخدم، لا مشى لي وجهي غيمشي لي حياتي كامله. انا هادشي اللي باغا، ما باغا حتى شي حاجه.